في تكريم نجوم وأبطال عام 2019، جاء لتكريم الألقاب الفردية زي ما نحكيها، يعني اللاعبين حسب كل مركز. طبعا هو مكمل لحفل الاتحاد، خلينا نحكي الجماعي، الاتحاد بيكلم عفوا بيكرم فرق ومجموعات، احنا جينا نكرم الافراد كافراد. تطرق الى عدة جوائز الحفل، منها تشكيلة الموسم، افضل لاعب، هداف الدوري، افضل حارس، افضل مدرب، افضل مدرب صاعد، افضل لاعب صاعد، ايضا تكريم الاتحادات اللي تعبت واجتهدت في عام 2019، كان لها نتائج مميزه. فيعني احنا بنحكي دائما الف مبروك لجميع الفائزين، ونتمنى انه هذه تكون جوائز حافز في العشر المواسم الماضيه القادمه عفوا للمنافسه اكثر على وهذه خطوه بصراحه تشجيعيه، يعني حافز رائع جدا ان بالفعل يتم تكريم كل شخصيه على ادائها على روعتها، ولربما هي كلمه شكر تقال لهم. وبالتاكيد لابد ان اوجه هنا التحية لكل النجوم الذين تم تكريمهم، على وجه التحديد هنا خالد سالم هداف الدوري من مخيم طول كرم، ولكن كلاعب مع بلاطه بالتاكيد نوجه له التحية الصباحيه، ولكل النجوم الرائعين الذين كانوا متواجدين حاضرين بأدائهم وببصمتهم الكروية. إجمالا نأمل لكم مزيد من العطاء والتألق أستاذ محمود، وأن تكونوا دائما وأبدا بالفعل خير من يعطي ويجزي على خير الأداء والعمل. أشكرك جزيل الشكر سيد محمود أبو عبيد مدير شبكة كورة فلسطين على هذه المداخلة والتوضيح بخصوص التكريم الذي كان قد أقيم بالحق.